بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله
والله شديد العقاب. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم كل مرة وهم لا يتقون وآخرين من دونهم لا
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم.
والله عليم حكيم. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. صدق الله.